ضيفنا الحلقة اليوم سميتو علي، كنيتو المديدي، والفن دايز ليه معدم. كبر في عائلة كتحماق على الفن الراقي واختار الإنشاد، وما أدراك ما الإنشاد. ماشي غير فيق في الصباح وقول بغيت نولي منشد. علي المديدي شارك ثلاثة المرات في مسابقة منشد الشريقة، ومن بعد شارك في مسابقة زمل الجميل، ولجنة التحكيم ما لقات ما تقول عليه، خسر اللقب وتقلق شوية، وطبيعي لأنه كان واثق من نفسه من الموهبة اللي عنده، ولكن ربح قلوب الملايين من الجمهور العربي اللي كان تبعوه. صوت طربي أصيل، أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم وفيروز. علي دوز واحد المرحلة اللي كانت صعبة بزاف، خصوصا من تلقى خبر وفاة الأخ ديالو، غبر شوية على الأنظار، ومنين رجع كرم خوه وصديقه بأغنية رحلتهم من أروع الأغاني عنده. وبالنسبة ليه هذه غير البداية، والبقية مازال كيكتب فيها. الحاصول ما عندي ما نقول، علي المديدي مرحبا بيك. علي مديدي تبارك الله عليك. الله يخليك، بارك الله فيك، شكرا لكم على هذا البورتري الرائع والجميل. ربي يخليك، بارك الله فيك، ربي يخليك. علي فين كتصنف راسك، واش منشد ولا مغني؟ انا فنان. انا فنان مغني، لأنه الغناء بصفة عامة في قوالب لحنية، قوالب لحنية فيها الإنشاد، فيها الطرب، فيها الملحون، فيها الدقة المراكشية حتى هي، فهي قوالب لحنية. أنا كنجمعها في كلمة فنان، لأنه فنان هي شاملة، يعني نقدر نغني هكذا، نقدر نغني هكذا، نقدر نغني هكذا. بحال مثلا إحنا في رمضان ندير الإنشاد بطبيعة الحال، سهرة الطرب كندير الطرب، غير هو التخصص ديالي في الموشحات وفي الإنشاد والسماع وفي الأغاني الطربية. دونك أرسموا ماما علي تبارك الله عليك فنان، وكتبدع في جميع الاشياء اللي كتغني، وربما انه كنشوف كنتذكر ياسين الشاب اللي كان مشرفنا في بلاطو مساء المغرب. وتبارك الله، واش المنشدين عندكم واحد الكاريزما، واحد الهدوء في الكلام ديالكم؟ تبارك الله، زعما هذه مساله اللي راه حتى في ياسين الشاب، وكذلك راه حتى في علي. علي، واش نقدروا نتحدثوا اليوم على انه الانشاد في المغرب بدا كيلقى المكانه ديالو؟ الإنشاد في المغرب ولا في الدول العربية كاملة ديما كاين المكانة ديالو، لأنه هو الأصل. أنت تكلمتي على سياسي الشهاب وعلى مجموعة من المنشدين ولا الفنانين، كتلقى عندهم واحد الكاريزما، لأنه ترباو على واحد المدرسة إنشادية عريقة لا في المغرب، في السماع المغربي وفي الطرب الأندلسي، وفي يعني كل جهة في المغرب والأصل ديالها في الإنشاد، ولا حتى في الدول العربية. مثلا مصر كان ترباو على مشايخ كبار، طه الفشني، محمد عمران، النقش شباندي مثلا. يعني هادو اسماء كان ترباو على السماع ديال الاناشيد ديالهم والاغاني ديالهم من صغر. فهذا كيخلي الانشاد دائما ثابت، ودائما الرجوع الى الاصل. الاصل يعني هو الاصل، من مراه كتبدا المسيره الفنيه ديالك. يعني مجموعه من الفنانين اللي بارزين عبر التاريخ، ام كلثوم مثلا بدات من الزاويه، يعني من الانشاد، بدات بالسماع. محمد عبد الوهاب حتى هو، في مجموعه من الفنانين حتى في المغرب بداو بالانشاد والسماع. فهذا